مرحبا. كل ما طلع وزير أو نائب من التكتل حكي عن موضوع بواخي الكهرباء أو انعمل شي روبورتاج بطريقة منطقية، كنت أعتبر أنا إنه خلص مفروض هالموضوع يكون توضح وصارت هالفكرة واضحة بذهن الناس والمواطنين، وما حدا بقى من الأفرقاء السياسيين رح يستعمل هالشغلة مشان يقوس بالسياسة. ولكن بستغرب إنه لا، برجع بلاقي بعد فترة طلع حدا على التلفزيون، إن كان مسؤول أو سياسي أو نايب أو وزير أو حتى شخص عادي، بيطلع بيعقد لك حواجبه هيك إنه هو بيعرف كتير، أو بيغمز لك شي غمزة وكأنه في شغلة تحت الطاولة وبيحكي لك عن موضوع وبيسترسل بموضوع البواخر. اليوم أنا هاي الورقة اللي عم بستعملها استعملوها الوزيرة ندى البستاني خوري وسيزار أبي خليل بمؤتمرهم الصحافي، ولكن لأنه من بعدها رجعت شفت أشخاص وناس بعد ما كانت وضحت لهم الصورة، اعتبرت أنه نحن علينا كمسؤولين نرجع نوضح مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة للرأي العام عن هالموضوع يلي هو موضوع البواخر أو موضوع الطاقة اللي عم نشتريها قبل ما ينعملوا قبل ما يخلصوا المعامل. نحن هون عنا على هالشما هيدا كل مصادر الطاقة اللي عنا إياها بلبنان، من اللي بتمشي على المي على الأنهر لحديد المعامل الثابتة يلي في منها أوفر من البواخر ويلي في منها كمان أغلى من البواخر. شو بدنا فيهم؟ خلينا نحن على كل شيء طاقة بنعتبرها نحن طاقة مؤقتة، يعني عم نحكي على البواخر، على استجار الكهرباء من سوريا، على كهرباء زحلة، وعلى الموتورات يلي عنا إياهم بالإحياء. بيطلع معنا انه البواخر بكلفونا 14 سنت ونص، 14 سنت فاصل 2، سوريا 15.5 سنت، كهرباء زحلة 25.4، والموتورات 28.6. اكيد هاي الاسعار مأخوذة على معدل برميل على 64 دولار. بيطلع معنا هون كمان انه البواخر ضمن الطاقة المؤقتة هي ارخص شيء عنا اياه اليوم. هولي بيأمنوا 3 ساعات وشوي كهرباء، قادرين نستغني عنهم، بس اللي حابب نستغني عنهم اليوم قبل بكرة أوكي، أو ما يستعملوا بالمستقبل، يخبرنا شو هو البديل. نحن ما عنا عقد من شيء، هول البواخر إذا لازم ينشيلوا اليوم قبل بكرة خليهم ينشيلوا، بس حدا يخبرنا يطلع يوضح للرأي العام شو البديل الموجود اليوم المتاح السريع وبكلفة أوفر من هيدي البواخر. من هونيك ورايح نحن مستعدين نناقش لا أكثر ولا أقل، وساعتها مش بحاجة بقى لا لحدا يغمز ولا لحدا يعقد حواجبه. بتشكركم لأنه سمعتوا لي.